صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم بأن إجابة الوليمة واجبة إذا كانت وليمة عرس، أما غيرها فمستحب. نعم، هذا نص عليه. وليمة العرس لها خاصية، ويجب إجابة الدعوة إليها ما لم تشتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: ومن لا يجب قد عصى الله ورسوله. هذا في وليمة العرس، دل على أن الإجابة واجبة إلا إذا اعترض هذا منكر لا تقدر على إزالته. نعم.